جولة أخرى في مدينة موسكو الروسية، هذه المدينة التي تشتهر بالعديد من المعالم السياحية والتاريخية التي تجعلها واجهة حية للسياح. اليوم تعد الساحة الحمراء أحد أهم الساحات الموجودة في مدينة موسكو، وتدور هذه المدينة بشكل دائري على قلب هذه الساحة التي تعد هي شريان الحياة لهذه المدينة ومهدي انطلاق مدينة موسكو الروسية. معظم المعالم التاريخية والمباني الأثرية الموجودة في هذه المدينة تدور على هذه الساحة، الساحة الحمراء الشهيرة في موسكو، ودخلت هذه الساحة قائمة اليونسكو للتراث العالمي الغير مادي لأهمية هذه الساحة وإرثها التاريخي الموجود على خارطة وتاريخ العالم. ومن أبرز المعالم الموجودة في مدينة موسكو وتحديداً في الساحة الحمراء هي كاتدرائية القديس فاسيلي، هذه الكاتدرائية التي تتزين بهذه القبب الخلابة وتأخذ كذلك اللون الأحمر دلالة على تواجدها في الساحة الحمراء، وكذلك هذه الكاتدرائية تطل على نهر موسكو وكما يسمونه باللغة الروسية موسكوفا، فهذه الكاتدرائية هي المعلم البارز والأهم في الساحة الحمراء بل في موسكو بشكل عام. بإطلالته الاستراتيجية على نهر موسكوفا، يعد الكرملين من أهم القلاع الموجودة في أوروبا بل في العالم، وشهرت موسكو بالكرملين، هذه القلعة الحمراء الموجودة خلفي تماماً والقريبة من الساحة الحمراء، فلذلك السياح والزوار لمدينة موسكو لابد أن يأتون في زيارة لهذا المعلم التاريخي المشهور والمعروف في موسكو ويتعرفون على هذه القلعة التي عاصرت موسكو منذ القدم وكانت شاهدة على تطور هذه المدينة حتى وصلت بهذه الحلة الخلابة في وقتنا الحالي. الكرملين هو يعني باللغة الروسية دار الحكم أو قلعة الحكم، وتم إدراج قلعة الكرملين ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي كونها من أهم القلاع الموجودة والتاريخية على مستوى العالم والتي ظلت شامخة ومتواجدة بكل تفاصيلها إلى وقتنا الحاضر. وكذلك دخلت هذه الساحة، الساحة الحمراء في موسكو، إلى قائمة اليونسكو للتراث العالمي الغير مادي لما تحتويه من إرث تاريخي وعراقة لهذه المباني المطلة على هذه الساحة الشهيرة على مستوى العالم.